بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، بين رزدار خوشك برايت هجامة بخوش أمجارة قد يمجيش نف إيك بو بشيش كرنا خلاك كادي إجبران مباوري دعاش خد تعالى تين خد تعالى توفيقا مبدت خدت على الريت مسبيكت وخدت على الرجاء قيامته مج غزب وعذابت خب بارزت بنير الرزار وكي يديار در صبوري دا ما بحث حج كر وما بحث صوي كر كانت شنت وركنا كم مهمة ويجرينجش أركان الإسلام أو مروه إمام حج نبت كان مروه كتشوا خدت على بحث صوي كر يدير حقوي دا آخفتيه فضيلة في حج شنده و بابت مهشتا ما بو و خود حسکت اوه درسه ده تکمیلا بابت خوکین اف بسلمان قصد مولا خود تعالت کد بو حج بلاو هزر نکد حج بس دشتک یتناف امتا محمدی دا صلی الله علیه وسلم بلکو حج عبادتک تشریع کلیه بو امتت بری امتا محمدی صلی الله علیه وسلم كو پیغمبر خود صلى الله عليه وسلم بجد ما من نبي إلا وحج هذا البيت نين پیغمبر كبت إلا يهات يمال خود تعالى المكه بحج إلا ما كان من أمر هود وصالح پیغمبر خود صلى الله عليه وسلم إلا هود وصالح تنبا لأمر ما جبرتشتكي نشي أين بين حج وإلا همي پیغمبر خود يدي صلى الله عليه وسلم هميابا قصد في حج ياكري يعني بمعنى عبادتك التشريع كيد يشكفن نبس بو محمد صلى الله عليه وسلم خذ تعالى تشريع كيد حتى وقت ما الدرس بوريج دا بحسي أذكرنا كعبة كريمة قوتي إبراهيم عليه السلام كعبة يلسر أصاصة تويت كفن الراكري بمعنى بني إبراهيم جهبو أف كعبة بس اجبر اجرك يا خرب بي اف بنايته انما ابراهيم عليه السلام جارك ادي اوا كليفا وينيجن كليفا حتى قالك اقوالتين بجن ادم يا اوا كلي عندك اقوال ديجيتين بجن ملائكه بري ادم اف بنايته داني ما قلت نص قران بجت واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت بمعنى ابراهيم وقت خدت على قوتي لسر قواعد بيته ديوار اوفك يعني قواعد هبون اساس هبون صحابيت پیغمبر صلى الله عليه وسلم بجن ام جارك قال پیغمبر خود صلى الله عليه وسلم درك دين قلت وقت ام هاتين دا قصد حاجكين قلت پیغمبر خود صلى الله عليه وسلم قلت ام هاتين ان حالك بجن وين حال وادي الازرق قلت وقت ام بجن وين حال پیغمبر خود صلى الله عليه وسلم قلت هر وكي اسم موسى قرع عمران بينم كاني بموسى هابطا من الثنيه وله جؤار الى الله بالتلبيه هر بگی وی گویل پیش چاوید ما خود تعالی موسی علیه السلام اینا پیش چاوید من یجوی یجوی گریت اتخار یش شلایوی نحالت اتخار و دنگیوی بلند بو خود تعالی بتلبیه وید بجد لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک و تی ام هادی ندف گرکه که دی گود پیغمبر خود صلی الله علیه وسلم گود ایو ثنیت هاده اوچ گرکه ولما قلت هذه ثنية هرشا يا رسول الله أبا ثنية هرشا يا أي پیغمبر خده قلت كأني بيونس ابن متى هر وكي في قبيل پش جافت من يونس كوري متى يونس پیغمبر خده يا صلاة خده سلمي كأني بيونس ابن متى هابطا من الثنية على ناقة حمراء جعده عليه جبة صوف خطام ناقته ليف قلت پیغمبر خده صلاة خده سلمي قلت هر وكي بگو ویل پیش چاوید من یونس کریم تاییت تا خارج وی گری یه سیار حشتره که سورا پیرت خلکه علا ناقت حمراء جعده علیه جبه توصوف جبه که لسر ملیتوی اش صوفی هاتیه چه کرن خطام و ناقته لیف گوتی هفسار حشتره و بیجش لیفی هاتیه چه کرن حتی بوام وصفاتا پیغمبر خود صلافت خود سربن وصفا یونس و موسای کر علیهما السلام وقت قصد مولا خود تعالى كريب حج إذن حج
عبادت که گله گله که مزنا پیغمبرت خودی صلوات خودی سر بن قسط مال خودی تعالی کری بو حج و با عظمت و اسلام عظمت و حج دل مرو ویدا مزنا بد مشاعرت اسلام و شعیرت اسلام ویت مرو اهمیت که گله گله که مزنا بد دی نه هزر کت افتشت که هندک حرکات به معنی نه و کی هندک مرو فصفت یعنی دشنا عرفت شکن بوچی دشنا فلان عادیه هندک عبادات توقیفی نه توقيفي قالك معانية عبادات مرفتنا جهد كابوش خدي تعالى بتشتري كذي سبب شيء يعني مرفتنا جهد بوش خدي تعالى نبي جسم بدي كذي دورو كات يعني برو شارة يا مغرب سي يا يواري شارة يا بوشي نزاني بوشي خلاص قضية كتوقيفية ما إيمانا بهيدي عملي بيكي وكي خدي تعالى قوتي أما كبوشي بوشي وش برشة فن تابعي ما بشو لا منينا مروي مكلفة بكذ في عبادتي وكي خذ تعالى امر بكري وكي خذ تعالى تشريع كري وكي خذ تعالى نشام داي چونكو فضائل مظن يتدهي پیغمبري خذ صلاة خذ سبن بجد تابعوا بين الحج والعمرة بخو متابعي بكت بين حج وعمرة دا يعني پیغمبري صلاة صلاة بجد هر هرنا حج وعمرة بس چونه ما بد چونه کا عبادتی بد چونه کا تعبدی بد نه چونه کا سیاحی بد وكي ام گلک برادرات بینین يعني دي چونه مكيه و اغلب وقتي وانا يعني بطاعتي فناتشت يعني فرصه يا خدت على كرمك وما ظنت قال مروف بكت مروف شتا مسجد الحرام هر نفيجك وكيد ام دياب بسط هزار نفيجة ساكيشن فضيلك قال لك وما ظنت خدت على برسك عبدك ايش عبدت خو بكت عندك مروف هما اهتمام بينادا يعني دي شن شنك ابدي سفرة كيفن وسياحة كيفن ومطاعم كيفن عندك شوان هما نوين نفيجة سبيدي عندك شوان اتمنت خو حتى طافت كيفت ابي هادي عمري واويدي وكذا اذا مروف اهتمام بجانب التعبدي بدت في عمره دا اهتمام بدت پیغمبر خصوصا تابعوا بين الحج والعمره بخو جالك هرنا حج وعمره بوچي پیغمبر خصوصا نقولتي فانهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد پیغمبر خصوصا بچو او غوسا گناهش مروف يترنن كان چوا كيرها حدادي جنگش اصني ترنت غوسا او گناهش مروف يترنن مزجيني خود تعالى ديدتا مروف بحشته وقت مروف بجت لبيك اللهم لبيك پیغمبر خود صلاة خسر بن بجت خود تعالى مزجيني ديدتا مروف بحشته پیغمبر خود بجت ما أهل مهل ولا ما أهل مهل ولا كبر مكبر إلا بشر بالجنة ساكي نين إك دست بتلبية بكت دست بيفا توحيد بكت وبجت لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إلا خد تعالى دي مزجين يدات بحشته مروف وفد خد تعالى يا وفد ساكي يعني بقى في وفد رئيسك الرؤساء الدنيا مش تعردك وفد مثلا رئيسك أف وفد طلب كري دي بدأ دولة أخو شن قدر ويجري تولدي في شيء واهتمام بيداتي وجرينجي داتي ودكت مثلا فنادق ديت بنش نجمي و وخارنت وانا و يعني دي همي اجواء غصب ومهيئكت كو اف مروفا مرتاح بن وحجي وفد خدي تعالى اف تشتا حجي وتشتا عمري وفد خدي اريتو بيجي خدي تعالى دي چن قدر قيمتها داتي قدر قيمتها تحسي بحسنكه كو تعبوا تبع سيفونتش تانا كيت شوك افونتش اهميات نينا نسبة روحانية تو خدي تعالى اهمية تو جرينجي نينا تو ساكي دي شنت خدي تعالى اجري كي مظن داتا في مروي دي شنت مروي كي بقدر قيمة بدف خدي تعالى بيغمبري خدي صلاة خدي سلام الحجاج والعمار وفد الله الحجاج والعمار وفد الله دعوهم فاجابوه وفد خدينا عز وجل خدي تعالى جابه فريكر او ليف جابه خدي تعالى هاتن ما دام وفد خدينا بجا خدي تعالى عز وجل تظن دي شوا قدري في وفدي جرت مروفي بصرمان او مروفي حجي فبزانت خدي تعالى فرصه كا قال لك ما ظن برسقيكر وخدي تعالى قدرك قال لك ما ظن داي وقيمتك قال لك ما ظن داي وخدي تعالى اف حجه برسقيكر فيت استشعار بك تشنت چند نعمت کام مزنا خود تعالا برسقی ویکری وید شعور پی بکت جبر هنده دوید تقیود بسنه تا پیغمبری بکت صلافت خود در سر بن حج بکت حصا وکی پیغمبر خود گودی صلافت خود در سر بن
پیغمبر علیه الصلاة والسلام بجد خذوا عني مناسككم مناسكت خوش مو الجرن خذوا عني مناسككم يعني بيت مروف وقت تشد حج التزامه بسنة پیغمبری بکت حج وصا بکت بگی پیغمبری گودی نه وگی فلانو بیوان بجن بخو محاله کن سعکت دل دیو بچت هر وصا بخو گلک ذکر خود تعالی بکت پیغمبری خود بجت انما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله اف مشاعر خود تعالی میت تشریع کرد ده ذکر خود تعالی بده کرم نویجا بخو گلک المسجد الحرام بکت پیغمبری خود صلاة في المسجد الحرام بمئة الف صلاة فيما سواه نفيجك المسجد الحرام صد هزار نفيجة فرقش نفيجة إش مزقفت دي صد هزار نفيجة هالوكي مرو وقت مروف نفيجة كت فضلي صد هزار نفيجة خدت على الدة تمروفي هروصة وقت مروف بخو جالك توافد كت خدت على هر بينغوفة كمروفي دي خيرك بمروفي جي نفسد وقلنا هيك المروفي غفرينت فان دعاش خدت على كين خدت على في فضيلو قنجيا مزم برسقيمة همية بكت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.